حافظ رقم واحد، اللعيبة كلها النهاردة كانت رجالة وكلهم على قد المسؤولية، وكان مشوار طويل جدا، السفر كان بعيد جدا، واللعيبة كلها ما لحقتش تعمل استشفاء كويس، بس الحمد لله اللعيبة كلها كالعادة يعني اللعيبة المصرية على طول كلها بتبقى في الموعد، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نعدي النهاردة ونكسب فوز كبير، والحمد لله الواحد ربنا بيكيل تعب. وطول السنين بقى لي 11 سنة بلعب في المنتخب، منتخب مصر، كل معسكر باجي كأني أول مرة أجي، وببقى نفسي أعمل كل حاجة لبلدي، وإن أنا ببقى موجود النهاردة في أفضل 10 في تاريخ مصر هدافين، ده بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، والحمد لله، وإن شاء الله يا رب بمزيد كده إن شاء الله. جاي من النادي آخر ماتش ليا في الدوري، إيدي اتكسرت، كوعي اتكسر مني، والحمد لله انا حتى كنت بتمرن بكم عشان الكابتن ما يشوفش ان انا ايدي فيها حاجه، وكنت مربط ايدي وكل حاجه، بس زي ما هو بقول لك هو مش دلوقتي خلاص كشفنا كل حاجة. بالظبط والله. كنت جاي من كان عندي ماتش مع ترابسون اخر ماتش، وايدي جالي فيها كسر في كوعي، وربطته ولعبته ولكن في حاجه، وبنزل ماتش بنسى ان انا في اي حاجه، عشان هو منتخب بلدك ده قبل اي حد في اي قبل اي حاجه في العالم يعني. فالحمد لله ربنا شاف تعبك واداك على قد تعبك، واللعيبه كلها تعبت والحمد لله يعني. تيشيرت منتخب مصر لازم الناس كلها تفهم ان اي لعيب بيجي منتخب مصر الموضوع مش بسيط، انت جاي منتخب مصر احسن منتخب في افريقيا كلها واحسن منتخب في العرب، بابطال افريقيا 7 مرات، والناس كلها عارفه تاريخ مصر، فاي لعيب يجي منتخب مصر لازم يعرف ان التيشيرت ده غالي، وفي 100 مليون نفسهم يكونوا مكانه، فلازم يدافع عنه. والناس ديت اللعيبه كلها كانت موجوده، اللعيبه كلها بتجتهد وبتتعب، وحتى في ناس بيبقى عندها ظروف بتلعب وكل حاجه، الناس مش عارفه، بس مش مشكله، المهم ان انت تبقى راضي عن نفسك وبتدي الـ بتدي ال 100% لبلدك، عشان مش هت لو ما اديتش لبلدك هتدي لمين يعني. فالحمد لله الحمد لله راجعين مشوار طويل دلوقتي، واللعيبه كلها مبسوطه، والجهاز الفني، وربنا يا رب يكملها على خير ان شاء الله. طبعا صلاح ما انا معاه بقى لي 11 سنه، عارف قد ايه هو بيتعب وبيجتهد، اللي هو وصل له ده مش صدفه، اللي وصل له ده تعب فيه جدا واجتهد وتعب اكتر من اي حد، وبارك له طبعا على ال 100 جون اللي هو يعني ال 100 ماتش طبعا تاريخي، طبعا هداف الدوري الانجليزي وهداف الشامبيونز ليج وكل حاجه يعني، مثل اعلى لنا كلنا، ونتشرف بيه كلنا في اي مكان، اي مكان بنخش فيه بنقول ان محمد صلاح من بلدنا، فاحنا كلنا مبسوطين له، واللعيبه كلها احتفلت بيه يعني. الجيل ده وصل نهائيين وخسر نهائيين ووصل كاس عالم، فانا متاكد 100% ان شاء الله ان ربنا الجيل ده مش هيضيع تعبه وياخد البطوله باذن الله ان شاء الله. كل اللي بيشوفهم دلوقتي انت تحديدا نفسهم الناس تشوفك موجود على البوديوم باذن الله ان شاء الله، انت تحديدا حلم حياتي اللي بيرافقني كل يوم، ان انا نفسي ابقى بطل افريقيا، عشان التعب اللي الواحد تعبه طول حياته في المنتخب 11 سنه، نفسي ربنا ان شاء الله يكرمنا ان شاء الله ببطوله باذن الله.